خلونا نروح سريعا لليندا ونعرف منها جولة في أخبار الرياضة. اتفضلي يا ليندا. شكرا يا أحمد، بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض. قولوا كلكم معايا، قولوا يا رب. هنبتدي نشرتنا الرياضية بمنتخبنا الوطني اللي خاض ميرانو امبارح على ملعب الدفاع الجوي، وده استعدادا لمواجهة السنغال يوم الجمعة اللي جاية في ذهاب الملحق المؤهل لكأس العالم. وخاض لاعبو منتخب مصر التدريبات الجماعية ولم يخض أي لاعب تدريبات منفردة، وده بعد حصول اللاعبين المحترفين على قسط من الراحة قبل الانضمام للمعسكر. كابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر أكد أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جاهز لمواجهتي السنغال، وطمن الجمهور أن كل اللعيبة في حالة تركيز شديدة عشان المباراة، وأكد أن لعيبة منتخبنا واثقة من نفسها وعارفة أن حلم الشعب المصري هو الوصول لكأس العالم. كمان حرص نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا على دعم منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال الحاسمة، وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه على موقع تويتر: بإذن الله مصر في المونديال. محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال أعلن حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد قرار المحكمة الرياضية امبارح بإيقاف الرباع الكازاخستاني ناجات راحيموف اللي فاز بذهبية وزن 77 كيلو وقتها. كتب إيهاب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: الحمد لله وما توفيقي إلا بالله، سبحان العدل الذي يدبر الأمر من فوق سبع سماوات. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب، فيأتي الله بفضية أولمبياد ريو بلا طلب. الصفحة الرسمية لحساب الدوري الإنجليزي على إنستغرام نشرت مقطع فيديو احتفلت فيه بالذكرى الثمانية لأول هدف سجله نجمنا محمد صلاح في البريمير ليج، واللي سجله في شباك أرسنال سنة 2014 لما كان بيلعب في نادي تشيلسي. كمان نجمنا الشاب عمر مرموش لاعب فريق شتوتغارت الألماني اتصدر التشكيل الأفضل للجولة 27 في الدوري الألماني، وده بعد تألقه في مباراة أوكسبورغ اللي حسمها فريق شتوتغارت بنتيجة 3-2، وسجل مرموش هدف وصنع هدف الفوز لفريقه كمان. الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن عن إصابة مدرب المنتخب الأول لوي فان خال بفيروس كورونا، وده في نفس الوقت اللي منتخب هولندا بيستعد فيه لخوض المباراتين الوديتين أمام الدنمارك وألمانيا في 26 و29 مارس. وأكد الاتحاد تولي مساعدي فان خال الإشراف على المنتخب في المباريات الجاية. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لأحمد وبسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا.